في نقطة البيع النظامية هذه بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، يعرض بدر الدين سمك البلطي الأحمر المعروف بالتيلابيا، وكذا سمك القاجوج المعروف بالدوراد. المنتجات البحرية المعروضة هنا بمناسبة شهر رمضان الفضيل تأتي بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار باقي الأسواق، فهي نتاج تربية المائيات وسط الأحواض المنتشرة ببعض سواحل الوطن. البلطي هذا 50 ألف لكيلو، سمتو هايلة، الناس تقولوا بن تاعو هايلة. وزيد كاين الدورات فان، ماكلة تاعها شابة، وكما يقول لك السومة تاعها فان 100 ألف لكيلو. كيما البلطي بن تاعو كيما كاين الناس بزاف ما تعرفوش، كاين الناس بزاف بالبزاف اللي ما تعرفوش. كي يقول لك مربينو في الواد، هي لا أحواض، ربي أحواض كبيرة مربينو. مواطنون استحسنوا هذه التجربة، كما يرون أن ذوق الأسماك التي تنمو وسط الأحواض المائية غير مختلف عن الموجودة في أعماق البحار. سعر الله يحبط عند هدايا، ميلو كان تروح الله في شري 800 مليون ما تكفيكش. مي هنا راي والله غير حيلة، لاباس ما شاء الله، رحمة ربي، خمس حبات تقدر دير بهم فطور. أنا جاري اللي شراهم قال لي اللي قوتاعو مليح، أنا جيت نشري من عنده. تخفيض أسعار بعض أنواع السمك عبر نقاط البيع النظامية من شأنه كسر ارتفاع الأسعار التي تعرفها أسواق السمك، كما تساهم في تسويق الأسماك المنتجة بالأحواض المائية.